السلام عليكم أحبتي في الله، ومرحبا بكم مرة أخرى في وصفة جديدة من مطبخ جميلة. اليوم إن شاء الله غادي نحضروا مع بعض واحد الكيك بالفواكه المعسلة وبالفواكه الجافة. إذن بالنسبة للمكونات، غادي نحتاجوا 300 غرام دقيق أبيض، 150 غرام من الفواكه المعسلة أو لا لي فخوي كونفي، يعني 150 غرام ما بين الفواكه المعسلة لي فخوي كونفي وما بين الفواكه الجافة لي فخوي سيك، يعني كيبقى حسب الرغبة اللي حبيتو غادي تعملوه. غادي نحتاجو كذلك 4 حبات بيض، 150 غرام سكر بودرة أو سكر غلاسي، 150 غرام زبدة لينة بحرارة المطبخ، كيس من الفانيلا ما يعادل 7 غرام أو ملعقة صغيرة من الفاني السائلة، كيسين من البيكنج باودر أو خميرة الحلويات ما يعادل 16 غرام، ورشة ملح. بالنسبة للكيفية، غادي ناخدو أول حاجة غادي ناخدو الزبدة وتكون لينة بحرارة المطبخ، وغادي نزيدو لها سكر صغير. من بعد غادي نزيدو سكر فاني، وغادي نخليو هادشي يتخلط مع بعضياتو حتى نحصلو على واحد الكريمة. كيف كتلاحظوا حصلنا على واحد الخليط متجانس بحال الكريمه. غادي نزيدو دابا البيض، عندنا 4 ديال البيضات، غنزيدوهم كاملين وغنعاودو نضربوهم مع بعض. دابا غادي ناخدو الدقيق، غادي نحاولو نغربلوه. بسم الله، غادي نزيدو البيكنج باودر او خميرة الحلويات وشوية ديال الملح، حاولو نغربلو هادشي كله مع بعضياته. من بعد غادي نضيفو هاد النواشف لهاد الخليط اللي حصلنا عليه. ونخلطه من جديد. ما حصلنا على واحد الخليط بهاد لا تيكستور، غادي نزيدو دابا هاد لي فخوي كونفي والفواكه الجافه. انا قطعت هادوك جوج حبات ديال المشمش اللي كانوا عندي، صافي ونخلط غير بلا سباتول. غنكون ديجا درت الفران يسخن على درجة حرارة 170 حتى 175 درجة مئوية. غنطيبوه عادي كيف ما كنطيبو الكيك عادة، تشعلو علو من التحت. غادي ندهنو لي مول ديالنا الا كانوا دي مول عاديين بشوية ديال الزبدة ونرشوهم بالدقيق ونعملو فيهم الكيك. دائما ملي كنبغيو نعملو العجين ديال الكيك في المول، اننا نهزوه الفوق هكذا كنزيدو ندخلو له الهواء
قد ما تخلو الهواء كيجي منفوخ وكيجي مزيان في الشكل ديالو. انا اختاريت جوج ديال الليمون صغار، كل واحد عنده الشكل ديالو. قاديت الوجه ديال الكيك بلا سباتول في كل مول، صافي غادي ندخلهم الفرن ونتلاقاو باذن الله. كان هذا الشكل ديالهم بعد ما خرجتهم من الفرن، عملتهم مباشره فوق واحد الشبيكه، دهنتهم بالنقاش وزينتهم بلي فخوي كونفي. وهادو الفواكه الجافه، هذا التفاح مجفف، وهذا اناناس مجفف، وهذا المونغ مجفف اللي سبق لي وحضرت معكم حتى هما زينت بهم. اذا نخليهم يبردوا ونقدموهم باذن الله. اذا عجبتكم وصفه اليوم، عملوا جيم الفيديو، بارطاجيو مع الاصدقاء، تابوناو في القناه باش يوصلكم دائما الجديد. ما تنساوش تزوروني على موقع سيت ويب جميله تيربسيس ماجازين بوانيت وعلى صفحه الفيسبوك للتواصل. استودعكم الله والى وصفه قادمه باذن الله.